بالنسبة للقرار لما قررت أخذ الأراضي السورية، بالنسبة لي كطبيب كان بالنسبة لي قرار كتير كتير صعب، لأني أنا لما كنت في سوريا رغم حالة الحرب والوضع السيء جدا جدا بسوريا كنت مبسوط جدا، لأني أحس حالي أقدم خدمة لأهلي بسوريا، أساعدهم، أحس حالي أنه الشعب بسوريا بحاجة أنه ما بصير نغادر. بالنسبة لي كان قرار كتير 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 صعب، وأنا لتاريخ هاللحظة يعني بحس تأنيب الضمير، تراودني أحيانا أفكار أنه لا أنا استعجلت بقراري، ما بصير أطلع، الشعب السوري أهلي بسوريا بحاجة إلي. We were a group decided to leave together. We were 13 person. Yes. Three doctors and with two pharmacists and one nurse. Three doctors can cover for one health center inside Aleppo city. They can cover all the needs of the health center. No one cares. Somehow I feel guilty because I left my country, and I feel ashamed. Guilty because we started this and we could not finish anything. You know, it's still going there inside Syria. We could not finish this war and we just decided to leave. So I feel guilty for that, and I feel ashamed because a lot of my friends still there, assisting and helping the people there while I left the country. لأني والدتي كانت مريضة، كنت عم بهتم فيها. فكنت عم بستنى انه هي تتحسن، ممكن اقدر اتحرك او شيء، بس هي نتيجه الاوضاع السيئه توفت. وقت خلال فتره يعني اخر تعب انا وعدتها انه اذا توفت فرح اطلع من سوريا، انه غلط طلبني، بتعرف نحن عنا الشروط ايه ومشيحه يعني، ماما وافقت عليه فوافقت. بالنسبه ككادر طبي مثلا لما يصير قصف وهذا، اول شيء اللي كنا نسويه انه نتشاهد، نرفع ايدنا وننطق بالشهاده، لان نحن من اول ما قررنا الانضمام لمدينه حلب وريف حلب عرفانين باي لحظه نحن عباره عن مشاريع، باي لحظه حن باي لحظه يعني مثل كل واحد شايل فينا روحه على كفه، وفي اي لحظه يمكن يموت. وعندي اصدقاء كثير من الكادر الطبي ماتوا، كانوا يعملوا معي بحلب او سواء بريف حلب، ينزل مثلا البرميل او الصاروخ يكون هو everyone concentrating on the refugees crisis. For me it's not crisis, as I lived in Syria for the last 4 or 5 years of the war, and I took the trip, so I know what's the difference. For me, I don't think it's crisis, and I think the thing that all the people should focus on is the real situation inside Syria, not the people who are leaving. We know that they have some difficult situations along the trip, but impossible to be like the people who are living inside.